النقابات كيناقشوا ملي كيكونوا مع هذا النوع من ديال هذا الاقصاء وهادشي كيتناقشوا ما خليش استعمل هذا الشيء النقابات النقابات ما كايناش النقابات هذا شي واحد حركه غريبه عرفتيه لانه عرفتي حركه لانه شي من النقابات شي مستاء دابا ناقشوا لك هادشي السحامي كارثه نقابات متقاعدين ما بغاش نقول لك شي كلام اخر والنقابات السحامي راهم برا راه في اوروبا وفي مغربيه تيدوزوا دائما في العطل واش النقاب اللي دار التفرغ من 92 باقي تسلم له شي حاجه عفوا القسم شنو فيه دابا النقابه في مغربيه في مغربيه وتمشيو للديو جيناري الديو جينيرو اه في البرازيل نقابي حط 4 مليون في ليله واحده من النقابات التعليميه اللي كاين شحال حط 4 مليون في ليله في ليله واحده ملتقى ديال ما هو الشيء ما يعاون النقابي وكذا واش نزيد لك شي من هذا الشيء نقابي من هاد 4 اللي كاينين اللي وقعوا بشل سميتو وفي ليله واحده حط 4 مليون راه كنتكلموا على مجموعه من المنابر الاعلاميه نقابات كاين فساد حقيقي كاين الريع كاين كذا يمكن شكل منكم في هادشي عرفتش عرفتي السحامي شكون اللي شاد القطار الخاص هنا في الدار البيضاء والرباط راه هما اللي شدار بالحكومه واش عرفتي شكون اللي صيفط الوفاء المرحوم الوفاء بحالو راه القطار الخاص هذا واحد السيد جا للاعلام العمومي مؤخرا قال لهم ودي الاساتذه تيديروا تيمشيو للعمومي تيديروا السوايع كاين واحد الترخيص ديال 8 ساعات والسيد العمومي ماشي قرا في القطاع الخاص نقول له اتحداك ولا تنتكلم على المدير الجهوي ديال الاكاديميه ديال الطاجي طول الحسيمه نقول له اتحداك تحيد ديك 8 السوايع ديال الترخيص والله ما يقدر ما يقدرش ما يقدرش الا حيدهم قاش ولات الترخيص الا حيدهم السحامي غادي يجري يجريو عليه عرفتي علاش لان دوك 8 ساعات ماشي مستفد داك الاستاذ مستفد له بالقطاع الخاص له بالقطاع الخاص هو ماشي يوظف واحد الاطار عنده الاجازه او كذا ويعطي حقوقه لا سينيساس والتقاعد وكذا اش كيدير كان ما عندي علاش ندخل في هذا الصداع الراس تنجيب واحد في العمومي خدام تتفهم مع السوايع قرر واحد عدد الساعات غادي نخلصك ولا ما عندي لك لا سينيساس ما عندي لك كذا ولذلك الوفاء الله يرحمه فجا وقال لهم انا ما يمكنش نقبل الاساتذه العمومي قبل في القطاع الخاص وخاصكم تكونوا الناس ديالكم وكذا وعام وشهرين جراو عليه الوفاء تم الاعفاء ديالو رغم اللي دار به لذلك ما كاينش واحد يقدر يقرب القطاع الخاص الان ما يقدروش السحامي لذلك نعطيك مثال بالنسبه للقطاع دوله داخل دوله دوله داخل دوله الا هما اللي شادين السحامي بالرباط هما اللي شادين الوزير بن موسى ما يقدرش يقرب لهم لذلك تلقى انت مجموعه من الشخصيات داخل القطاع التربيه الوطنيه ما تيتبدلوش بن موسى ما يقدرش عليهم. ما يقدرش والله ما يقدر عليهم داخل القطاع التربيه الوطنيه واخا كان وزير داخليه وعنده كان رئيس لجنه ملي تيدخل كاين ما اقوى منه السحامي لا حيت يقول هو من الوزراء القويين وسط الحكومه زعما شوف دوروه بن موسى داروا وسطهم شوف داروا وسطهم زائد بن موسى ما فهمش القطاع ديال التعليم بن موسى رجل تقني تعيينه خطا ماشي تنعتبرك الخطا قطاع التعليم خصو رجل سياسي ما صالحش بن موسى ما صالحش كاين واحد المعطى اخر واش تقدر ما عرفتش واش عندك هذا المعطيات يقال بانه من سبب الازمه الخطيره وديال تفاقم هذه الازمه هو ان بن موسى بالعاني باغي يمشي بحالته دابا ما حاملش هاد الصداره وكاين اللي كيقول بانه هو كيعتبر هذا بحال ديكراد يعني واحد تهرس السيد وزير الداخليه ومن بعد ولا سفير والتعليم وهذا حريق راس هو ما باغيش يحل لكم المشاكل وباغي يقول سير بحالك والاحرار المعطى اللي عندنا على ان الاحرار عاوتاني دابا في هذا الاتجاه باغي يمشي بحالته ما يحسوش عليهم وخا هو الاحرار يقال بانه ديال الفوق بمعنى من المعنى واش تحس صحيح ولا واش هذا المعطيات عندك لا شوف انا نقول لك ناكد لك هي الوزاره التربيه الوطنيه تقول التشبيب دابا تشوف السحام واحد المفارق في هذا النظام الاساسي ديجيني انا جايك باش نجاوبك على هذا الشيء هذا في هذا النظام الاساسي تقول لك اودي اللي عنده فوق 30 عام ما تدخلش للتعليم دابا تصور واحد اطار عنده الدكتوراه في العلوم التربيه كف يعني ممكن نعتبره قيمه مضافه للقطاع الا عنده 31 سنه الا عنده 30 سنه وشهر ما يتقبلش وعندنا بن موسى شخص متقاعد للتربيه الوطني عندنا جميع المدراء الاكاديمي ولا معظمهم على الاقل متقاعدين الناس اللي دايرين بن موسى متقاعدين راه تقول انت التشبيب خصك تشبه بكل شيء ما تجيب انت واحد السيد سالا الكارير ديالو السحامي سالا مقرر التقاعد وتجيب واحد القطاع اللي فيه المشاكل قطاع شائك بحال التعليم وتحط فيه بحال بن موسى اصلا بن موسى قد نحسب لك انا ما عندوش طموح سياسي هذا هو المشكل سلا بن موسى شي واحد اللي باقي عنده رغبه تماما اللي ما عنده الرغبه وكعنده كذا ويكون فعلا انا تنقول خاص يكون وزير سياسي هو ما عنده مشكل يديروا اضرابات ويجريو عليه هو باغي والتعليم السحامي ما يمكنش ندبروا التعليم بالمنطق ديال حساب الحانوت غادي نخرج 9 مليار ونص شحال نعطي لهادو هنا نعطي هادو شحال لا التعليم راه فيه البشر وفي اساتذه وكذا والتعليم تنكونه ونخاطب العقول نخاطب الفكر نخاطب الحس النقدي تنبنيو الانسان تنبنيو العقول ما تنبنيوش الحجره السحامي لذلك التعليم ما يمكنش تعاملوا معه بالارقام 9 مليار ناقصه شويه
اسيدي التعليم راه الا بغيتي تقول ان التعليم مكلف جرب الجهل غير عام واحد ما تقريش ماشي غير عام واحد ونهار واحد السحامي تلامذ دار مظاهره ضد الساعه ديال العثماني خرجوا التمت في المغرب شي حتى تيحتجوا الدوله وقفات نهار واحد لذلك تنقول لهم اليوم هذا حشمه وخذ في هذا الاتجاه جربوا غير نهار واحد التلامذ يخرجوا لكم انا نتمنى ما يخرجوش